بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة في هذه اللحظات المباركة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، إذ نلتقي وإياكم في هذا اللقاء الإيماني الثقافي والتنويري الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الجمع الكريم، ها هو عام القمر يدور دورته ويهل على الدنيا ويطل شهر ربيع الأول الذي نتذكر فيه ذكرى ميلاد أعظم مولود وأكرم من جاء إلى الوجود، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يأتي لقاؤنا ونحن في مستهل هذا الشهر الكريم الذي نتذكر فيه مولده الذي جاء رحمة إلى هذا الوجود، والذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتماً للأنبياء والمرسلين وسيداً لهم، وأن تكون أمته وسطاً بين أمم العالمين. فصلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الجمع الكريم، ويأتي لقاؤنا الليلة وموضوعنا حول عنوان مهم يتزامن مع ذكرى الاحتفال بمولد رسول الإنسانية ومنقذ البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مكانة السنة النبوية في التشريع. والحقيقة أن هذا الموضوع، بل إن اختياره في غاية العبقرية، يأتي تأكيداً لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأهميتها باعتبارها المصدر الثاني للتشريع، فهي بعد القرآن الكريم مباشرة. فالقرآن هو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى على قلب سيد الأولين والآخرين، ونزل به الأمين جبريل عليه السلام، ومن ثم كانت أيضا أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلماته، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كانت وحيا أيضا يوحى، إذ يقول الحق تبارك وتعالى عن رسولنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحديثه، بل وأفعاله أيضا التي نقلها إلينا صحابته رضوان الله عليه، بل أيضا إقراره وموافقته على ما رآه من أفعال صحابته، هو بمثابة السنة النبوية المطهرة التي سوف يكون حديثنا الليلة حولها من خلال هذه المنصة الكريمة التي أشرف بالجلوس بينها، بين عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. كما نشرف أيضا بقيادات وزارة الأوقاف معنا، فضيلة الدكتور محمود خليل سيد،
وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارة، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة وسط القاهرة، فضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام المسجد الحسيني، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام المسجد الحسيني. مرة أخرى نرحب بحضراتكم ونبدأ هذا اللقاء بهذا الحديث حول السنة النبوية ومكانتها في التشريع مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمدا نكتب به عندك من أهل المزيد. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمدًا عبدك ونبيك ورسولك. اللهم ربنا صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم وتكرَّم على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد. سيدي يا رسول الله، إليك وإلا لا تشدُّ الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالحديث زخارف، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. حبك سيدي ديني ومذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب. أما بعد، أيها الكرام، نضر الله هذه الوجوه وأنعم بالسعادة والطمأنينة على هذه القلوب التي حلت ضيوفاً في بيت من بيوت الرحمن، وفي ساحة من ساحات الإيمان، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي مناسبة كريمة في مطلع شهر ربيع الأنوار، شهر ربيع ينزل ربيعاً على القلوب، سعادةً على النفوس، طمأنينةً على الأفئدة والجوارح، يقول لنا لسان الحال منه، وقول الحق يعزب للسميع، فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيعي. شكر في بداية الحديث إلى وزارة الأوقاف وإلى معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الإتاحة في بيوت الله عز وجل في شهر ربيع لنتناول موضوعات جد مهمة. السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومكانتها من التشريع لنا نحن المسلمين، هذا حديث مكرور ومعلومات مؤكدة في نفوسنا، فمكانة نبينا في قلوبنا لا تعدلها مكانة. فنحن بعد أن نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فلا نستطيع الدخول على الله إلا من باب سيدنا رسول الله. هل نتكلم عن مكانة سنته من التشريع؟ إذن مكانتها معلومة ومنزلتها واضحة، وكونها تشريعاً
أمر من عقائدنا، جزء من إيماننا، فنحن لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا من طريق رسول الله. يا محمد، نداء ربنا له: كل الأبواب إلي موصدة إلا من أتى من بابك صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فنحن إذا صلينا ما نصلي إلا على سنة رسول الله. هل نجد في القرآن عدد الصلوات وعدد الركعات وكيفية الصيام ونصاب الزكاة وكيفية الحج وأركانه وشروطه؟ هل نجد ذلك في القرآن؟ الجواب كلا. إذن من أين أتينا بوقوفنا وركوعنا وسجودنا وكيفيات صيامنا وكيفيات عباداتنا إلا من ساح سيدنا رسول الله؟ السنة يعرفها العلماء بقولهم: هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه هي السنة. ويضيف علماء الوعظ: أو سيرة قبل البعثة وبعدها، لأن العلماء بأقسام العلم المتعددة ينظر كل منهم إلى السنة من زاوية. فعلماء الأصول يأخذون من السنة أدلة الأحكام، وعلماء الحديث يأخذون من السنة هدي المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، وعلماء الدعوة والوعظ والإرشاد يأخذون من السنة القدوة والتأسي بحاله صلى الله عليه وسلم. ولقد استمعنا في آيات تتلى على مسامعنا قبل قليل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا تتم طاعة الله إلا بطاعة سيدنا رسول الله، بل لا يتم الإيمان حتى نستصحب أحكام السنة لنصل بها إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتختم الآيات بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. تتكرر الآيات الشريفة في كتاب الله عز وجل تأمر المؤمنين مع طاعة الله بطاعة سيدنا رسول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مع سيدنا رسول الله وعلى مأدبة سيدنا رسول الله وفي رحاب سنة سيدنا رسول الله، نأخذ منها الدين ونأخذ منها التشريع ونأخذ منها الهدي ونأخذ منها السلوك، بغية أن نصل إلى الله وأن نكون في معية سيدنا رسول الله. بل لا يكمل الإيمان ليس بمجرد الاتباع بل بالحب. لن يكمل إيماني وإيمانك وإيمان أي مسلم
إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ما قيمة نفوسنا لولا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنها ترد النار، إنها تكون حطباً لنار جهنم، وقوداً لنار جهنم. إنها استنقذت بمحبة سيدنا رسول الله لتكون في جنة الله، بل لتكون في نعيم الله، بل لتكون في معية سيدنا رسول الله، بل لتسقى بيمين سيدنا رسول الله كأسا لا تظمأ بعدها أبدا. رسول الله حياة الأرواح، حياة القلوب، حياتنا لا يتم كمالها ولا يأتي نعيمها ولا نسعد بها إلا في معية سيدنا رسول الله، إلا بذكر سيدنا رسول الله، إلا بالصلاة على سيدنا رسول الله. يقول العلماء بعد هذه التقدمة الطويلة: إن للسنة مكانة من التشريع، فهي تأتي مع القرآن الكريم مؤكدة لأحكامه. نعم، كل أوامر القرآن الكريم جاءت السنة مؤكدة لها. انظر إلى ربنا عندما يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله وكتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم. يأتي سيدنا صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذه الحقائق أو الفرائض القرآنية بأحاديثه النبوية المتكاثرة المتواترة. بني الإسلام على خمس، ويذكر منها وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج بعد الشهادتين. إنها تأكيد لما ورد في القرآن، كذلك هي بيان لما اشتمل عليه القرآن. والبيان أنواع ذكرها العلماء، فهي إما مفصلة لما أجمل، أو مقيدة لما أطلق، أو مخصصة لما كان عاماً. مواطن عديدة للسنة ولها أمثلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي السنة منشئة لأحكام سكت عنها القرآن. الله عز وجل حرم من النساء في كتابه سبعا كما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. ويضيف سيدنا صلى الله عليه وسلم حرمة أن تجمع المرأة مع عمتها أو مع خالتها، هذه لم ترد في القرآن الكريم. حرم الله عز وجل مطعومات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية في أول سورة المائدة. وتأتي السنة بتحريم أشياء لم تذكر في كتاب الله، كما حرم سيدنا صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، لم يرد لذلك ذكر في كتاب الله عز وجل. سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم هي التي يقوم عليها دين الإسلام. فمن تمسك بالقرآن دون السنة ذهب إلى الله عز وجل بجناح واحد، وقد خسر الطيران أصلا. لا بد وأن يأتي إلى ربه بجناحي الكتاب والسنة. لن تطير إلى الله إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة الطيبة التي بيّن فيها معنى السنة لغة واصطلاحا، ثم بيّن أن الوصول إلى الله عز وجل يكون دائما من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فضيلته أن السنة النبوية المطهرة هي الشارحة والمفصلة والموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل، وهي التي تخصص ما عم وتقيد ما أطلق أيضا كما أوضح فضيلته. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا الكرامة بأن نكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب البيان والفصاحة وجوامع الكلم. ولقد قالت حوادث الكون: لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة. وقالت أيضا حقائق التاريخ: إن الدنيا كانت في حاجة إلى رسالة، فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب تلك الرسالة، ولا كلمة لقائل بعد حقائق الكون وحقائق التاريخ. أنتقل بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الأمسية المباركة إلى زاوية أخرى من زوايا السنة النبوية وأهميتها ومكانتها في التشريع الإسلامي، والحديث ينتقل إلى فضيلة الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد: فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. أشكر سعادة العميد أستاذي وشيخي سعادة الأستاذ الدكتور أحمد حسين على ما طوف بنا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن الكثير والكثير من معالم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة، ما أجمل الحديث أن يكون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة. وما أحلى أن يكون الحديث
حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، يا قلب أنت بحب المصطفى وله، وحبه إن سرى في القلب زكاه، يا قلب غن به واصدح بمولده، ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأنصاره وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، من الثابت المعلوم عند جميع العلماء أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو معاند، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتى به من أحكام ومن تشريعات لا نجدها في القرآن الكريم، يدل دلالة واضحة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد أمرنا ربنا جل وعلا بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه، وبين ربنا جل وعلا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة طاعة لله سبحانه وتعالى، كما بين سبحانه وتعالى بأن من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء به، كما حذر ربنا جل وعلا من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن في هذه المخالفة عقوبة كثيرة قد تصل إلى الكفر. كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما شارحة للقرآن الكريم، أو مبينة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم، فقد ذكر ربنا جل وعلا الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما ورد في القرآن الكريم بياناً تفصيلي عن كيفية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك قال ربنا جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة والزكاة والحج عندما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكما ذكر
أستاذي الكريم أن السنة إما تؤكد القرآن الكريم كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. وذكر القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لترسيخ الجانب الأخلاقي، وأنه أرسل إلى الناس كافة، أو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقيد ما أطلق في القرآن الكريم. فإن في أحكام القرآن الكريم كثير من الأحكام المطلقة التي قيدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض أقسام الميراث وأنواعه، وبعض الأعمال التي وردت مطلقة في القرآن الكريم وقيدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حضوا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود رضي الله عنه كثيراً ما كان يحيل من يسأله عن أمر أو عن حكم قاله ابن مسعود ولا وجود له في القرآن الكريم، يحيله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألستم تقرؤون في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يقولون: بلى. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كذا وأحل كذا، ففي تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحليله لبعض الأحكام هو تحريم وتحليل من الله سبحانه وتعالى. وقد حض صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته، ونهى عن ترك العمل بسنته، وتنبأ صلى الله عليه وسلم ببعض الشبهات التي أثارها من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم لن يأخذوا إلا بالقرآن الكريم. قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: القرآن ومثله معه، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما وجدت فيه من حلال أخذت به، وما وجدت فيه من حرام تركته. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. كل هذا يدل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الأخذ بها. لكن السؤال الذي يجب أن يسأل في هذا المقام: بدأ أستاذي الكريم بقوله إن حجية السنة وإن مكانة السنة ومنزلتها عند الله أمر ثابت لدى المسلمين، لكن الكثير من المسلمين لما أهملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يمتثلوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لما لم يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد هذا من باب الجحود والإنكار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إن كنا ندعي أننا نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى فيه الخير الكثير. يجب علينا أن نقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نزعم أننا نحبه. فمن يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم سنته، عليه أن يتأدب بآدابه، عليه أن يتخلق بأخلاقه حتى نكون جديرين بأن نفتخر بأننا ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة التي وضح فيها أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل، وتبين وتناول فضيلته أيضا بعضا من جوانب سنته، بل بين الغاية والهدف من هذه السنة المباركة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما أشار فضيلته إلى بعض من الجوانب التي جاءت عامة في كتاب الله وشرحها وبيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الكريم، وأنتم تعيشون أجواء شهر ربيع الأول وأجواء الاحتفال بذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجلسوا إلى أبنائكم وقصوا عليهم بعضا من فصول سيرته صلى الله عليه وسلم لأبنائكم وأحفادكم وإخوتكم الصغار، وبينوا لهم جوانب من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحة وعلما وخلقا وأدبا، وكيف كان صلى الله عليه وسلم أبا وزوجا وجدا وصاحبا بل ورحمة للعالمين. احكوا لهم وبينوا لهم عظمة الإسلام من خلال عظمة رسوله صلى الله عليه وسلم: بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهو حقيقة، نادى بها سقراط والقدماء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء. إذا رحمت سيدي يا رسول الله فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندية وللقلوب بكاء، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقي لي في ختام لقائنا هذا الذي سوف نستمع بعده إلى الابتهالات أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر،
وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وشكراً لعلماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل المديرية، فضيلة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارة، فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة وسط القاهرة، فضيلة الشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام المسجد الحسيني، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام المسجد الحسيني. وشكراً لحضراتكم جميعاً، على أمل اللقاء بكم غداً بإذن الله تعالى في أمسية قادمة. نترككم في رعاية الله وعنايته وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.